مما لا شك فيه نسبة طلاق بلبنان وبالعالم العربي إلى ازدياد. حياة المرأة ودور المرأة بدأ يتغير بالعالم العربي بلبنان خاصة. الرجل مازال يتوقع من زوجته أن تعامله كما عاملت جدته جده، معناتها أنه لو شو ما صار هي تصبر وتتحمل. قد يكون هناك أسباب ما بتستأهل الطلاق، مثل مثلا استخدام الواتساب لفترة طويلة، استعمالها للزوج الواتساب بفترة يعني هي مع الأولاد قاعدة، هي عم تدرس في واتساب، هي على التلفزيون في واتساب، هي عم تطبخ يمكن في واتساب، فإذا بصير يعتبر هو إنه الواتساب هو الأولوية. بعد يمكن انذار أو اثنين أو ثلاثة بقول إنه خلص تزوج الواتساب. توقع منها إنه هناك طعام معين، لكن فاجأته بطعام آخر هو منه طالبه. هون بصير إنه بمفهومه شو دور المرأة، وهي كيف كانت قابلة إنه يكون دورها بالبيت. إذا كانت هي فقط الطبخ والطهي، معناتها عليها أن تربي رغباته، بكون مسبقاً عارفة إنه هيك هو نظرته للزواج. قد يدوم زواج ما لفترة 24 ساعة أو ما دون 24 ساعة، وهيدا بكون مرتكز على توقعات الزوجين، خاصة الزوج. هون بكون توقعات ما هو مفهومه هي أن تخدمه، فإذا ما أخلت بخدماتها له وقد يسبب طلاقها.